أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور أوكرانيا بعد أسابيع من تنديد كييف بإهل معانقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى موسكو. سعى مودي للحفاظ على توازن بين علاقات بلاده الوثيقة مع موسكو وعلى سعيه إلى تعاون أمني وثيق مع الدول الغربية في منافسة الصين. لم تحدد الوزارة موعدا للزيارة.